From the African continent. ومن القارة الأفريقية يشرفنا ويسعدنا أن نلتقي بالسيد غايلي ويندو موبويو وزير التخطيط من جمهورية الكونغو الديمقراطية. أولا دعني أرحب بسيادتكم على قناة إم بي سي وفي مصر ومن شرم الشيخ الخضراء. أود أن أسألكم كيف ترى مصر وكيف ترى شرم الشيخ الخضراء منذ أن بدأت في استضافة مؤتمر كوب 27؟ وكيف تراهم من منظور القارة الإفريقية؟ أنا أحب مصر لتاريخها وحضارتها وباعتبارها دولة إفريقية. أنا أحب مصر وهذه الزيارة الثانية لي لمصر، ودائما أسعد لحضوري لمصر. وفي هذا الوقت جئت لكي أشارك في قضية وفي مؤتمر التغير المناخي، وهناك علاقات بين كينشاسا وبين مصر، ويسعدني بشكل كبير أن أكون هنا. وكما قال رئيس الوزراء وكما قال نائب رئيس الوزراء، فإننا لازلنا نتناقش في القضايا الخاصة بمشروعاتنا وكيف نصل للتمويل اللازم. ما الذي تتوقعه من كوب 27، وماذا عن التعاون بين وزارتكم وجمهورية مصر العربية؟ لدينا الكثير من المشروعات المشتركة. نحن نقوم ببناء مدينة جديدة في كينشاسا، وهذا مشروع ضخم. وتعلمين أن العلاقات بين مصر وبلادي هي في أفضل حالتها، والعلاقات بين الرئيسين جيدة جدا. وكما قلت، هناك الكثير من المشروعات المشتركة، هناك مشروعات في القطاع الذي أعمل فيه، ودائما نسعد أن نتعامل مع جمهورية مصر العربية، وكذلك نسعد باستضافة مصر لكوب 27. وأنا أشعر بإيجابية شديدة لمعالجة قضية التغير المناخي. ما الذي تتوقعه من كوب 27، وماذا عن توصياتكم، وما الذي يمكن أن نطلبه من الدول المتقدمة لكي تساعد من خلال الدول النامية؟ ما الذي يمكن أن نطلبه منهم؟ كما قال رئيس الوزراء بوضوح، فقال: من فضلكم، نحن نحتاج لتمويل ونحاول أن نحافظ على غاباتنا، لا نود أن لغاباتنا أن تدمر، لأن العالم يحتاج هذه الغابات. وفي نفس الوقت أيضا نحن نحتاج التمويل، لذا كل مشروعاتنا يجب أن يتم الاعتناء بها من وجهة النظر التمويلية. ولدينا برنامج حكومي يطلع بكل هذه المشروعات، ونحتاج للتمويل لأنه أمر هام جدا لبلادي. نحن نحتاج التمويل لبناء بلادنا وللعناية بالنظم التعليمية وترقيتها. شكرا جزيلا، أسعدت جدا بلقائك سيدي على قناة إم بي سي.